السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. item 1.2 general. هنتكلم اتكلمنا روز المواضيع في الايتم اللي فات. هنبدأ نشرح كل رأس من دول في دلوقتي general كلام عام. ECI 318 اللي هو building code requirements of structure concrete، لما يذكر في اي مكان في الكود هنا this code، ده معناه ان احنا نقصد ECI 318. يعني بعد كده مش هيقول بقى كل ما يجي يذكر، مش هيقعد يقول اي سي 318 بيلدينج كود ريكويرمنتس، لا هيقول زيس كود ان زيس كود فور زيس كود. زيس كود دي معناها بيتكلم على اي سي اي 318. تمام، ده ايتم 1.2.1. ايتم 1.2.2 في الكود ده الجنرال بيلدينج كود يعني هو الكود المستخدم في جهه التحكيم عموما، او جهه المراجعه، او جهه البلدية أو الأمانة أو المكان اللي بيراجع، بيرمز إليه بالجنرال بيلدينج كود، الكود العام، كود المباني العام للمدينة دي أو للبلد دي، يرمز إليه بالجنرال بيلدينج كود. ولما يعني زي مثلا زي الاي بي سي، ده يعتبر كجنرال بيلدينج كود مثلا لولايات لمعظم ولايات أمريكا. وبالتالي ان لما يذكر الجنرال بيلدينج كود يبقى يذكر مثلا زي الاي بي سي، زي كود المصري، كود السعودي العام، يعني كل حاجه. والاي بي سي مثلا بيستخدم الاي سي اي كشابتر كونكريت، اللي هو شابتر 19 بيستخدم الاي سي اي فيه، وبالتالي الاي سي اي 318 جزء من الجنرال بيلدينج كود في المكان ده او في امريكا او في. بالنسبه للايتم 1.2.3 الفيرجن الرسمي، الاصدار الرسمي للكود ده هو الاصدار اللي هو باللغه الانجليزيه، واللي بيستخدم يو اس كاستم يونتس اللي هي الانش والباوند. هو ده الاصدار الرسمي، لان في اصدارات اخرى للاي سي اي 318. في اي سي اي 318 ام يعني ام متريك، يعني بيستخدم اس اي يونتس. في الاس اي 318 اس يعني الاسباني بس بالاس اي يونتس، و اي سي اي 318 اس يو اس اسباني مترجم بالاسباني، و اليو اس كاستم يونتس. تمام، وطبعا كل بقى جهه وكل دوله وكل مدينه ممكن يعني تتبنى كود معين، زي الام المتريك او الاسباني او اليو اس كاستم يونتس، دي تبع للدوله نفسها. ايتم 1.2.4 بيتكلم ان انت لو عندك اي تضارب بين الاوفيشال فيرجن اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو بالانجليزي واليو اس كاستم يونتس، وبين اي ترجمه تانية او باي وحدات تانية، يرجع الى اللي هو الفيرجن الرسمي اللي هو ده اللي هو بالانجليزي واليو اس كاستم يونتس. ده هو الفيرجن اللي يحكم المواضيع في حاله التعارض بين اي نسخه واي ترجمه تانية. ايتم 1.2.5 الكود بيديلك المينيمم ريكويرمنتس للمتطلبات الدنيا، للتصميم، للمواد، للتنفيذ، للسترينث ايفالويشن لو انت بتعمل ايفالويشن باختبارات معينه على المبنى، او على عناصر معينه في المبنى او الانظمه معينه. المهندس المصمم ممكن يزود على الريكويرمنتس الموجوده في الكود لكن ما يقللش عنها. بعد كده ايتم 1.2.6 اي تعديل، يعني ممكن البلديه مثلا بلديه معينه او مدينه معينه ممكن تعدل بعض الحاجات في الكود دي، تزود عليها، مفيش مشكلة، دي من حق أي جهة مراجعة أو كده إنها تعدل حاجات معينة في الكود، لا تقول لي أنا هزود في دي شوية أو كده، بس ده التعديل ده لا يعتبر جزء من الكود لكن يعتبر جزء من اشتراطات هذه البلدية.